بس مش ناس كتيرة ابدا تعرف انه تامر محسن مهندس معماري خريج فنون جميلة قسم عمارة. انت بتخبي ده ولا مش مقصود؟ لا مش بخبيه والله، انا بالعكس، انا لما حد بيفكرني ببقى سعيد. يعني انا بحب الهندسه المعماريه. بيفكرك؟ هو انت بتنسى؟ يعني نسبيا طبعا طبعا، يعني انا احب اكون حد محترف. في لحظه ما قلت لنفسي خلاص انتهى عهد الهندسه المعماريه، لان انا اعتزلت المهنه. انا اشتغلت فيها 5 سنين بعد التخرج لحد ما خلصت معهد السينما. مع نهايه اخر يوم في معهد السينما قلت لنفسي خلاص، علشان تقدر تحقق احلامك في حاجه تانية لازم تفوكس او تركز على الحاجه اللي انت اخترتها. وهو كان اختيار صعب لان انا بحب الاثنين. احنا جيل كان باله طويل شويه، لما يحب يعمل حاجه بيقعد يعملها بالراحه كده، غير الاجيال الجديده. اوكي، الاجيال الجديده بتبقى يعني مش فممكن ابذل سنين علشان اوصل للحاجه اللي انا عايزها. دي كانت الفتره اللي احنا اتربينا فيها. انا كنت طفل عارف هو عايز ايه من البدايه، من طفل محظوظ. في ناس ما بتعرفش، بتلاقي نفسها بس بتاخد وقت. يعني لحد سن 17 و18 هو مش محدد بالظبط الحاجه. وبعد كده كمان وارد. انا كنت طفل محظوظ لان عندي حاجتين بحبهم جدا ولا زلت بحبهم، هم الهندسه المعماريه والسينما. وقتها ما كانتش سينما، كانت العرايس، مسرح العرايس. وشغوف بالسينما واحب اتفرج عليها. واللعبه بتاعت الطفل ده ان انا اصمم بلاتو زي اللي احنا قاعدين فيه ده، او مسرح، او وانت طالب لسه. وانا لا وانا في لا 6 ابتدائي 5 يعني. انت والدك مهندس اصلا؟ لا، والدي محاسب. وكان يتمنى يكون مهندس عشان هو شغال في شركه مقاولات. فهو كان يعني مخطط لك مستقبلك جدا. كان يتمنى يكون مهندس. والحقيقه ان احنا انت عايزني ابقى مهندس وانا عايز ابقى مهندس، فاحنا مفيش يعني تمام، الموضوع محلول يعني. وشاطر في المدرسه، عارف اجيب مجموع. فبالتالي يعني وفي وقت التنسيق ما اتلخبطتش، يعني الامور ماشيه بالشكل ده. انا رايح اعمل حاجه بحبها على فكره، وحاجه هو يحبها. يعني انت دخلت عماره مش مرغم، انت بتحب العماره خالص. بحبها. هي كانت مشكلتي الوحيده ان في حاجه تانية بحبها مش عارف اعمل فيها ايه. يعني طول الوقت بقول لنفسي طيب هي دي تبقى الهوايه. فاول ما دخلت فنون جميله عماره، اول يوم انا داخل من باب الكليه بقول لهم فين فريق المسرح بتاعكم؟ أول حاجة مسرح أول حاجة. أوكي، وتقريبا طلعت فريق أتيليه المسرح، ما نزلتش منه بقى يعني. 5 سنين أنا قاعد في فريق اسمه فريق أتيليه المسرح، وده من أعرق، ده على حظي بقى، أنا ما كنتش أعرف. من أعرق الفرق المسرحية الجامعية. طلع ناس كتير ده. يعني أنا لقيت. معلش يعني ماجد الكدواني، أنتوا كنتوا قريبين بدفعات قريبة. أنا دخلت بقى فقالوا لي تعالى بقى أنت هنوريك نجوم أتيليه المسرح. أيوة. اللي اتخرجوا في السنوات اللي فاتت. وبييجوا لحد دلوقتي عشان هم بيحبوا أتيليه المسرح وهيمثلوا معاك عشان بنعمل مسرحيات كوميدي وكده. فانا قابلت ماجد الكدواني وبيومي فؤاد ومثلت معاهم على المسرح. كانوا هم خريجين. ايوه وتقريبا كانوا يوميا في الكليه مش عارفين يسيبوا الكليه. بس انت كنت بتخرج مسرح ولا بتمثل مسرح؟ كنت بمثل. ممثل. لحد تقريبا سنه تانية قررت ان انا اكتب واخرج مسرحيه. فكتبتها، كنت ساكن في حلوان وبروح بالمترو، فكنت رايح جاي بقعد اكتب المسرحيه دي. فلما خلصت عرضتها على 5 من ممثلين زمايلي عن استحياء كده، انا مش عارف ده حلو ولا وحش ولا ايه. فعجبتهم. مفيش حد في اسرتك فنان كاتب؟ خالص، كلهم محاسبين ومهندسين. ويعني بس انا مدين لهم، رغم ان هم ما لهمش اي علاقه بالفن ولا الادب، مدين لهم بان هم اكيد اللي انا كنت بعمله كان غريب ومدهش بس ما حدش معترض. انت اللي بتعمله ده غريب جدا، بس تمام، اكيد انت شايف انت بتعمل ايه. حتى والدي اللي كان يتمنى مهندس معماري ورحمه الله عليه، كان يتمنى ان هو يشغلني في شركه المقاولين العرب، علشان هو قال لي انا شغلت كل الناس، كل ابناء زمايلنا، اجي عند ابني ومش هيحصل. لما اشتغلت مهندس معماري اشتغلت قطاع خاص برضه، يعني اشتغلت في مكاتب وصممت حاجات كتير. بس افتكر له انه
في مرة كنا في المصيف في العريش أنا فاكر، وكان قاعد بيقرا جورنال الأهرام. وبعدين فجأة قال لي تامر حماسك الجورنال، فاكرة فيلم المنسي؟ أخينا والولاعة. أيوة. سلو موشن ده. حصل كده بالظبط، قال لي تامر اقرا ده، فرمى لي جورنال الأهرام. فأنا مش فاهم، فالجورنال وقع في حجري، فلقيت إعلان معهد السينما. أوكي؟ ما اتكلمناش في الموضوع ده قبل كده، بس هو ربما عارف ان انا دي حاجه انا عايزها. اوكي؟ ف وفهمت ضمنا انه تمام، يعني مش يعني لو انا قدمت في معهد سينما انت مش هتتضايق. اوكي؟ فحصل فعلا، دخلت ودرست. بعد ما اشتغلت مخرج، كان والدك يعني خلاص نسي حلمه في الهندسه وفخور ان ابنه بقى مخرج وعمل حاجات كويسه ولا لا؟ هو انا فاكر ان الكلمه الوحيده على الاهالي قال لي، هو ليه ما حدش بيقول لك يا باشمهندس؟ بيقول لك يا استاذ سامر. فقلت له ما هو يعني مخرج هيتقال له يا باشمهندس؟ قال لي ولا بتتكتب حتى خالص. فقلت له لا، ما فيش، ما ينفعش، خلاص انا ارتضيت ان انا اكون مخرج، المخرج مش مهندس. ايوه، بس هو كمان عنده على فكره سهله جدا، سهله جدا، انه في الاخر اخراج مهندس تامر محسن. يعني اصل هو التترات مش هنكتب بيها فيها التايتلز بقى. الحاج اللي مش عارف الحاصل، يعني مش يعني انت اتخرجت والتحقت على طول معهد سينما، مفيش حاجه في النص، ما اشتغلتش في النص؟ لا، في سنتين. سنتين. من 95 97 كنت مهندس معماري. لا يعني مهندس معماري بتعمل فيلل وشقق. أيوة. وكده. ايوه، وبعدي جنبها احيانا. ايوه، يعني انت قعدت فتره من عمرك بتسمع باشمهندس يا باشمهندس، باشمهندس راح، باشمهندس جه، يعني اتمليت بالفكر. مع العلم اني ما كنتش مهندس موقع، يعني برضو كنت مهندس مكتبي، يعني حد قاعد على ترابيزه الرسم، كان زمان ترابيزه رسم، دلوقتي بطلت طبعا، ومشغل التلفزيون طول الوقت على افلام ابيض واسود، وماسك اقلام والوان وعمال بيرسم في المباني.